صباحات الخير والسعادة مشاهدينا الأحبة، أهلا ومرحبا بكل من انضم لمتابعة قهوة الصباح. خلال هذه الدقائق سنتحدث عن مبادرة أو لبيئة مدرسية داعمة ومعززة للصحة، مبادرة المدارس المعززة للصحة، وهي نتاج تعاون ما بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم لخلق بيئة مدرسية معززة للصحة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرني أن أرحب بضيوفي في الاستوديو مشاهدين الأحبة، الدكتورة شمسة بنت أحمد الحارثية، طبيبة متخصصة في الصحة العامة بدائرة الصحة المدرسية والجامعية بوزارة الصحة. صباحات الخير دكتورة. صباح الأنوار عزيزتي. يا أهلا وسهلا. أهلاً. نورتينا. وأيضا بالأخ هيثم بن محمد العلوي رئيس قسم الصحة المدرسية والجامعية والمراهقين بمحافظة البريمي. صباحات الخير أستاذ هيثم. صباح الأنوار. يا أهلا وسهلا. حياكم الله معنا، نورتونا في قهوة الصباح. بداية دكتورة، ربما المشاهد الكريم يتساءل ما المقصود بالمدارس المعززة للصحة؟ معها نبذة بسيطة عن المبادرة من فضلك. المدرسة المعززة للصحة هي المدرسة اللي تساهم دائماً إلى أنها تطور من خدماتها لتأمين بيئة صحية للعاملين والطلاب في المدارس، وبيئة صحية للعمل والتعليم أزول. وبدأت مبادرة المدارس المعززة للصحة من عام الدراسي 2004-2005، فكان بدأت بعدد بسيط من المدارس. مع مرور السنوات كان في إقبال كثير من قبل المدارس للمشاركة بهذه المبادرة، فتم إيقافها فترة كورونا لأنه ما كان في مدارس، بس تم تفعيلها مرة في خلال 2022-2023. ومثل ما قلتي سابقا أنه المدارس المعززة للصحة هي نتاج تعاون مشترك بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، وأيضاً ومن بعض المنظمات الصحية، من منظمة الصحة العالمية بالأخص، وأيضاً مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية انضمت مؤخراً إلى لتطوير مبادرات المدارس المعززة للصحة. ممتاز. وخلال العام الدراسي 2022-2023 تم ترشيح 12 مدرسة من المحافظات للتقييم المركزي، وأكيد سبقها تدريب على مستوى المحلي للفرق من أهداف لأهداف المبادرة، وأيضاً آليات التقييم. ممتاز جداً. إذا نتكلم معك أستاذ هيثم عن آليات التنفيذ، كيفية اختيار المدارس اللي تشارك في هذه المبادرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لازم ننوه لشيء واحد، انه هي البيئة المدرسية هي بيئة تفاعلية بين المجتمع المدرسي والمجتمع الخارجي للمدرسة. صحيح. وكل ما يتم تنفيذه في المدرسة ينقل أثره للمجتمع الخارجي. بالنسبة لآليات تنفيذ المبادرة، تتم عن طريق تدشين تعريف الفرق المدارس بالمحافظة من قبل الفريق المحلي، يتم تعريفهم بالمبادرة عن طريق عقد ورشات عمل، ومن خلالها المدارس اللي حابة تشارك أو أنها لها رغبة في المشاركة تتقدم بطلب المشاركة على حسب المعايير. ممتاز. من ثم يتم تشكيل فريق بالمدرسة، فريق المبادرة برئاسة مدير المدرسة، وطبعا أعضاء من الهيئة التدريسية وأولياء الأمور وكذلك ممرضة الصحة المدرسية. ممتاز. ذكرت بعض المعايير، إذا ممكن نذكر هذه المعايير اللي تكون في المدرسة. المعايير هي أنه المدرسة تكون لها رغبة في المشاركة، الفريق جاهز مدرب، وبعد ذلك يتقدم بطلب فيه طبعا في فورم، أبليكيشن فورم. نعم. استمارة مشاركة. نعم. يتم تعبئة الاستمارة وتقديمها بالمديرية العامة للتربية والتعليم. ممتاز. جميل. دكتورة شمسة، أتوقع الجميع في المدارس يسعى بأن يخلق بيئة مناسبة تعليمية سواء كانت أو صحية أو حتى في مجال التغذية. إذا نتكلم عن المدارس، أنتوا أهدافكم من هذه المبادرة اللي هي فقط في مجال أيضا التعزيز الصحي بشكل أعمق أنتوا عملتوها؟ التعزيز الصحة، مكونات تعزيز الصحة للمدارس، المدارس المعززة للصحة، إنها تكون فيها تعزيز للنشاط البدني. يا سلام. تعزيز للتغذية والصحة. جميل. السلامة التغذوية أزوال. نعم. وعندنا تعزيز للبيئة
البيئة المدرسية وأيضا خدمات الصحة، الخدمات الصحية اللي هي وجود عيادة وجود كادر صحيح. تمريضي. أيوة. صحيح. ممتاز. إذا أستاذ هيثم إذا تكلمنا عن عدد المدارس التي تم اختيارها وأيضا آلية تقييم هذه المدارس المشاركة في المبادرة. بالنسبة لآليات التقييم طبعا تمر ثلاث مراحل. نعم. المرحلة الأولى أن المدرسة تقيم ذاتي، وطبعا هذا التقييم يكون بفريق الفريق المبادرة داخل المدرسة. داخل المدرسة. ممتاز. بعد ذلك المدرسة اللي هي تكون جاهزة تطلب تقييم من الفريق المحلي. الفريق المحلي يكون داخل المحافظة ومشكل من التربية والتعليم والصحة بالإضافة إلى البلديات. ممتاز. يزور الفريق المدرسة ويقيم المدرسة على حسب استمارات وفق المعايير الموضوعة في الدليل التدريبي. ممتاز. بالنسبة للتقييم بعدها المدارس اللي هي تخلص من التقييم المركزي من التقييم المحلي، الفريق المحلي يقرر من المدارس اللي هي متأهلة للتقييم المركزي. ممتاز. بعدها يتم رفع الأسماء المدارس من قبل المحافظة إلى الفريق المركزي بالوزارة. الفريق المركزي يقوم بزيارة المدارس وتقييمها. طبعا الفريق المركزي هذا مكون من وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، بالإضافة إلى منظمات دولية. نعم. جميل. يعني أنتوا تقيموا المدارس بعد تقييمها المحلي وتقييمها على مستوى المدرسة نفسها. المركز الأول من طلع؟ نتائج راح استعين بالورقة. المدارس الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، المركز الأول كانت من نصيب محافظة البريمي، مدرسة حماسة للتعليم الأساسي، والمركز الثاني كانت مدرسة ليلى بنت حكيم من محافظة الظاهرة، والمركز الثالث كانت مدرسة حفصة بنت سيرين للتعليم الأساسي. والجوائز هي تكون مشاريع تقدمها المدرسة وتكون بالتعاون بين المديرية العامة للتربية والتعليم في المحافظة مع مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية. ممتاز. جميل. جداً. إذن أستاذ هيثم يعني محافظة البريمي حصلت على المركز الأول. الحمد لله. المركز الثالث كمان. أي ما شاء الله يعني مركزين. فحابين نتعرف إنه كيف تميزتوا في هذه المشاركة في المبادرة وحصلتوا على هذه المراكز. والله هو التميز سبحان الله يعني يجي نتاج تدريب وعمل مكثف من قبل المدارس ومن قبل الفريق المحلي. طبعاً كان هناك في تدريب في شهر قبل بداية العام الدراسي لجميع المدارس بالمحافظة. أبدت بعض المدارس اللي هي انضمت عددها أربع مدارس للمبادرة وبدت تشتغل من بداية العام الدراسي. أستاذ هيثم للتوضيح بس، التدريب للمعلمين؟ التدريب مثل ما ذكرت سابقاً أنه يكون في أعضاء من الهيئة التدريسية. حلو. بالإضافة إلى مرضي الصحة المدرسية. طبعاً إحنا اخترنا ثلاثة أشخاص من كل مدرسة اللي هو مدير المدرسة، معلم الأنشطة، بالإضافة إلى ممرضة مدرسة. الصحة المدرسية. أيوة. من كل مدرسة. وهم ينقلوها للطلبة طبعاً. ينقلوها مش للطلبة، ينقلوها للفريق المبادرة، وفريق المبادرة في المدرسة ينقل الأثر للمجتمع المدرسي كامل. يا سلام. أيوة. جميل. اشتغلتوا ما شاء الله شغل كبير جداً. الحمد لله رب العالمين. عملنا الورشة مرتين. ما شاء الله. طبعاً بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم، بالتعاون بين تربية صحية البريمي وتعليمة البريمي. عملنا الورشة مرتين بالجامعة، وطبعا شمل الفريق مثل ما ذكرت سابقا ثلاثة أشخاص من كل مدرسة. جميل جدا. دكتورة شمسة أكيد في خطط قادمة مستقبلية لهذه المبادرة. أكيد إن شاء الله. حاليا في قيد العمل تصميم موقع إلكتروني للمبادرة. ممتاز. اللي أهل المدارس إنها تسجل دايركتلي في الموقع. نعم. في الويب سايت بالنفس، وبعدها ونفس الشيء بيكون في ممكن يطلع المدارس تطلع على الأنشطة والفعاليات اللي موجودة في الويب سايت، وإن شاء الله راح يتم تدشينه على العام القادم العام الدراسي 2023-2024. ممتاز. كل التوفيق إن شاء الله نرجو لكم. شكرا. ومن خلال أيضا حديثكم يعني تذكرت أيام المدرسة لما كنا نشارك في الصحة المدرسية ولما كان يجي التقييم في المدارس وكيف أنه كنا محافظين جدا على نظافة المدرسة، نظافة فصولنا، أنه لازم تكون عندنا عدة وحدة الإسعافات الأولية في الفصول. صحيح. وكيف أنه نحن كنا نشارك أساسا في مثل هذه المبادرات. جميل. اللي فعلا تترك بصمة للطالب. يعني أنا خلصت من متى وتخرجت من الجامعة ولكن ما زلت يعني الأثر باقي. باقي. صحيح. أيوة. فمثل هذه المبادرات تترك فعلا أثر كبير في نفوس الطلبة. نحن شاكرين تواجدكم اليوم معنا. وشكرا لكم على كل هذه الإيضاحات. الدكتورة شمسة بنت أحمد الحارثية، طبيبة متخصصة في الصحة العامة بدائرة الصحة المدرسية والجامعية لوزارة الصحة. شكرا دكتورة. شكرا. يعطيك العافية. وأيضا أستاذ هيثم بن محمد العلوي، رئيس قسم الصحة المدرسية والجامعية والمراهقين بمحافظة البريمي. شكرا جزيلا لك. العفو. يعطيك العافية. عفو.
إذن مشاهدينا الأحباء إلى فاصل وبعدها نعود ونواصل قهوة الصباح، كونوا معنا.